الفل النهارده في سيما عليها هنتكلم عن فيلم جديد لأحمد حلمي، فيلم خيال مآتة اللي عمل جدل كبير وقلق قبل ما يتعرض وبعد عرض. يا ترى فيلم خيال مآتة كان فيلم كويس فعلا ولا فرصة جديدة ضايعة لأحمد حلمي؟ هنعرف ده بعد 5 ثواني بالظبط في سيما عليها. فيلم خيال مآتة كان مختلف عن باقي أفلام العيد، أولا إنه مش فيلم سيكوال أو جزء تاني زي بقية الأفلام، ثانيا إنه كان فيلم أحمد حلمي منتظر بشدة بعد ما وعد جمهوره إنه مش هيرجع غير بفيلم قوي زي أفلامه القديمة، وعلى عكس تجاربه الأخيرة صنع في مصر ولف ودوران. عشان كده الجمهور بعد ما عرف إن في فيلم جديد لحلمي هينزل في العيد تحمس جدا، وأنا منهم في الحقيقة. الحماس ده تحول لقلق كبير لما عرفت إن تصوير الفيلم كان مستمر لغاية وقت قريب جدا من ميعاد العرض، وكمان التأخير الكبير في العرض من يوم الخميس ليوم الاثنين وبدون أي اعتذار من الصفحات الرسمية الخاصة بالفيلم أو تفسير. ده عمل إزعاج كتير، ناس حجزت عن طريق المواقع الإلكترونية أونلاين أو راحت السينما بنفسها عشان تدور على الفيلم، ده غير إن كان في شائعة بتقول إن سبب التأخير هو مشاكل في الصوت. طبعا دلوقتي عايزين تعرفوا إيه المستوى اللي بتكلم عنه، هل قد إيه هو وحش ولا هو نص نص ولا إيه. يؤسفني أقول إن فيلم خيال مآتة فيلم مخيب للأمال تماما بالنسبة لي. وهنا هضطر أتكلم عن عبد الرحيم كمان مرة تانية كسيناريست مسؤول عن مشاكل فيلم جديد من أفلام العيد. تبدأ أحداث فيلم خيال مآتة في الستينات لما بنتعرف على يكن الحرامي اللي بيسرق بروشة ست أم كلثوم عشان يهديه لحبيبته. بنرجع بعد كده للحاضر وبنتعرف على يكن وهو عجوز، وبنتعرف على علاقته بحفيده عزيز اللي بيطلب منه إن يسرق بروشة ست أم كلثوم مرة تانية. في حاجة اسمها العقد غير المكتوب بين صناع العمل والمشاهد، ده بيكون في التريلر، بيكون في قفشات الفيلم او حتى باسم بطل الفيلم. كل الحاجات دي بتوعد المشاهد بحاجات المفروض تكون موجوده جوه الفيلم، ولو ما لقاهاش ده بيحبطه. اي حد داخل فيلم لاحمد حلمي متوقع ان الفيلم ده هيكون كوميدي، ده النوع اللي تمرس فيه احمد حلمي على مر السنين، وحتى اكثر افلامه دراميه كان فيها سمه كوميديه واضحه زي اسف على الازعاج وعسل اسود. اول مشكله في سيناريو فيلم خيال مآتة انه مش فيلم كوميدي اساسا. فيلم خيال مآتة ما ضحكنيش خالص، ولو كنت انا دمي تقيل وما بعرفش اضحك فالناس حواليا في صاله السينما هما كمان ما ضحكوش تماما. في مشكله حقيقيه في كتابه مشاهد وافيهات الفيلم، لدرجه ان انا كنت ببقى فاهمه ان ده افيه من شكل الممثلين المتوقعين ان ده هيطلع ضحك، لكن في الحقيقه محدش كان بيضحك تماما. ومش عارفه في الحقيقه لما قروا الفيلم كانوا شايفين فاكرين الافيهات دي بتضحك ولا هي اساسا كانت بتضحكهم اثناء التصوير، ولا هما كانوا بيصوروا وهما محبطين. طيب نسيبنا من الكوميديا، فيلم خيال مآتة ممكن إدراكه تحت نوع سينمائي آخر وهي أفلام السرقة والاحتيال. أشهر الأمثلة على أفلام السرقة والاحتيال أفلام أوشن 11 و12 و13 أو فيلم لوجان لاكي. التماسك بين نوعين الكوميديا وأفلام السرقة عمله أحمد حلمي شخصيا في فيلم كده رضا سنة 2007 واللي كان من أهم وأفضل أفلامه. وبرضه في فيلم كده رضا كان فيه ظهور أحمد حلمي بأكتر من شخصية زي فيلم خيال مآتة. طب نيجي للسؤال التاني، سيناريو فيلم خيال مآتة فشل كوميديا لكن هقدم فيلم إثارة وسرقة كويس؟ برضو للأسف لا، الفيلم زي ما هو ما قدمش كوميديا كويسة ما قدمش الإثارة المطلوبة مع الجريمة. فيلم السرقة والاحتيال ما بيقدمش بس جريمة السرقة، لكن بيقدم لنا كمان الإثارة اللي بتخلي المشاهد عايز يعرف الجريمة دي حصلت إزاي وإيه تفاصيلها. عشان كده غالبا بتبقى متقسمة لمرحلة تخطيط للعملية والتعرف على الصعوبات اللي هيتعرض ليها الحرامية، وبعد كده العملية نفسها، وبعدين النقاط المثيرة اللي حصلت خلال العملية وفاتت على المشاهد. ده شفناه السنة دي في أولاد رزق مثلا، وشفناه قبل كده في كده رضا لما الإخوة رضا خدعوا الطبيب النفسي والحبيبة المزيفة. فيلم خيال مآتة من قلة الإثارة كرر نفس الجريمة مرتين بنفس التفاصيل، والجريمة الأخيرة ما كانش فيها أي تشويق أو إثارة من أي نوع. أنا شخصيا كمشاهدة ما كنتش عارفة ليه لازم عزيز يتنكر في شكل يكن عشان يدخل الخزنة، في حين إن في بوابة تانية للخزنة دخلت منها آسيا بسهولة. إذا سيناريو فيلم خيال مآتة ما قدرش يقدم النوعين المفروض هيشتغل عليهم اللي هما الكوميديا والإثارة. نيجي بعد كده للحوار، الحوار مش بس كان خالي من الكوميديا، الحوار كان خالي من أي حاجة، حوار سالب تماما، لا يمكن تفتكر منه أي حاجة غير شوية جمل وعظية على لسان يكن، وهي جمل بصراحة غير متسقة مع الشخصية، لأن يكن ما كانش بيحاول يتوب زي ما بيوهم حفيده، ده كان بس بيحاول يستغله في سرقة تانية. لكن عبد الرحيم كمان قرر إنه يخلي يكن الحرامي يدينا مواعظ وحكم. ده بيقودنا للنقطة التانية وهي الشخصيات. الشخصيات زي الحوار كانت بصراحة خالية برضو من أي معالم أو خالية من أي حاجة تنزلنا ليها. عزيز على سبيل المثال احنا ما عرفناش هو بيفكر في ايه او شفناه باي شكل، لانه شخصيه احاديه بتكره جدها وبتحاول تغادر اسيا. عايش شخصيه فارغه اكتر من عزيز، قدامك شخصيه اسيا ان امن بدورها من نشرب. ما عرفناش ليه اسيا عايشه مع يكن واللي بتشتغل عنده وبتخلصه بهذه الطريقه، وكان ممكن نستغل نقطة انها يتيمة الاب وهي شايفه فيه صوره الاب واحسن من كده، بس ما تمش استغلال النقطه دي تماما، وما عرفناش حتى ذكر الاب جيلي في الفيلم ده. شخصيه اسيا ما كانش ليها لازمه في الفيلم اساسا غير لوجود شخصية نسائية، وده مش صوابية سياسية لكن عشان خاطر لازم أحمد حلمي في أفلامه يحب بنت. وبما
بما ان الشخصيات اساسا ملهاش ابعاد، فالعلاقه الرومانسيه بين اسيا وعزيز كانت علاقه ملفقه تماما. اسيا ما بتحبش عزيز، ليه ما نعرفش. عزيز منجذب لاسيا برضه، ليه ما نعرفش. اسيا فجاه تقرر انها تنجذب لعزيز بعد ما سمعوا سوا اغنيه لام كلثوم. بس طيب لما تكون الشخصيات مش مكتوبه كويس والحوار سيء، هل ينفع نتكلم على التمثيل؟ في الحقيقه لا، ده هيكون ظلم للممثلين اللي ما كانش عندهم اي حاجه يقدروا يقدموها. الوحيد اللي قدم شخصيه شكلها متماسك هو بيومي فؤاد في شخصيه نزلاوي، وده لانه قدم نفس الشخصيه اللي عملها قبل كده في نادي الرجال السري اللي كان اسمها حيرم. وللاسف حيرم ومزلاوي الاثنين ما ضحكونيش، لان هما تقليد غير متقن لشخصيه فانتوماس في فيلم مطارده غراميه. في ظهور لطيف لعبد الرحمن ابو زهره ورشوان توفيق ولطفي لبيب وانعام سالوسه، وده كان لطيف لان هما حلوين مش اي حاجه تانيه. والجزء الوحيد اللي ابتسمت فيه كانت عمليه السرقه مع حسن حسني، ودي لانها كانت لطيفه جدا وحسن حسني قدر يقدم كاريزما وشخصيه كويسه من لا شيء. بينما عندنا ممثلين زي خالد الصاوي وانتصار ومحمود الليثي نقدر نقول عليهم بلغه الماتشات لعيبه ما لمستش الكوره او لم تخطأ. في النهايه مضطر اقول ان تجربه فيلم خيال مآتة كانت تجربه محبطه تماما، سواء ليا او للمشاهدين اللي كانوا بتذمروا خلال المشاهده وبيقولوا يا ريتنا رحنا فيلم تاني. واتمنى اشوف احمد حلمي قريب فيلم افضل من كده. وبكده خلصنا حلقه النهارده، متنسوش تعملوا شير ولايك لو عجبتكم، وتعملوا سبسكرايب في القناه.